أوقات البهائم حقيقة أرقى من بني آدم. الإمام رأى أحدا يغني، الغناء تاريخه قديم، رآه يغني على ظهر دابة، راكب لعل حمار أو حصان وهو يغني، فالإمام قال له مضمون الرواية: أما تستحي الدابة تسبح وأنت تغني؟ قال الحيوان: نعم، وإن من شيء لا يسبح بحمده. هذا الحمار يذكر الله، يذكر الله بلغته، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وأنت بني آدم خليفة الله في الأرض تغني على ظهر الدابة.